حالة من الحالات المهمة جدا جدا، الصعبة جدا والصعبة جدا جدا، وهقول الصعبة. وهنا ده كان دور الفار يا كابتن شريف. هنشوف الأول الحالة من هنا. تقدرش تقول إن في المخالفة، هل هي من جوه هل هي من بره؟ حكم كمان في الملعب يا كابتن عادل، صعبة جدا، صعبة جدا 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 إنك أنت الخط ده كمان ما تقدرش أنت كحكم إلا لما كنت واقف قصاده بالظبط عشان تقدر تحدد هل المخالفة جوه ولا بره. طيب هو هنا محمد معروف طبعا هنمشي الحاله. هو هنا احتسب ركله جزاء، صح؟ تمام. واحنا قلنا دي الحقيقه المكانيه. يعني ايه الحقيقه المكانيه؟ احنا قلنا ركله الجزاء لما تيجي تحسب الفار يتدخل، هل يسبقها مخالفه، هل هي من خارج منطقه الجزاء ولا من داخل منطقه الجزاء. ده دور الفار يا كابتن شريف. انا ممكن استاذنك في حاجه؟ اتفضل. انا بتفرج على الكوره دلوقتي سيسي وهو بيعدي بياخد، كان حمدي فتحي اللي معاه ولا ايمن اشرف بياخد ايمن اشرف بدراعه، تمام، كويس، وبينزل بيه يعني. تمام. كمان وهنا بيطالب هو بضرب الجزاء او بيطالب بمخالفه. فحضرتك لما بنتكلم في المخالفه دي هو راح واخد الماكسيمم مدي بص بص ايده عامله ازاي. تمام تمام. بياخد الراجل بايده عشان يعدي من الكره، ودي مخالفه بالنسبه لي انا كمشاهد. بالظبط، كويس، بالظبط. فهنا هو بيدي ديزيشن بينالتي. يعني هنا بقى الحاجات اللي الواحد بيبقى قاعد بيتفرج عليها وما بياخدش باله من سرعه الحركه وكده، ان في فاول اصلا مقصود ومعمول على الاحمر مش للاخضر. تمام يا كابتن. احنا بنتكلم في التفاصيل يا كابتن ايمن، واحنا قلنا دايما الحكام يا كابتن هاني من فضلك انت كحكم تبحث عن التفاصيل وما تاخدش بالشكل. بالشكل اكيد في خدعه هنا، هيبقى مره ليك ومره عليك، ولكن التفاصيل هتعرف في التفاصيل دي. عموما هي حاله من الحالات الصعبه، الخط يعني كان صعب الحكم، هو معروف حسب من جوه. هنا الفار يتدخل يا كابتن ايمن، لان دي حقيقه مكانيه. الفار يتدخل، لما راح للفار طبعا هو ما قدرش يستأنف ركله جزاء الا ما ياخد الكونفيرم بتاع ايه؟ كويس، بتاع الفار. هنا الفار عمل كونفيرم وقال له لا ارجع، كويس، المخالفه هنا كانت من بره. وقلنا حتى هنا لو في هنا ليا سؤال بقى يا كابتن بعد اذن حضرتك. اتفضل. القرار اللي خده في الاول هو مقتنع بيه ضربه جزاء، تمام، كويس، تمام، حلو. لما سأل الفار، الفار قال له هي مش ضربه جزاء، هي من بره. ليه ما راحش؟ كويس قوي. ليه ما راحش بقى للفار؟ برافو. وبص عليها من بره. برافو برافو. ليه اعتمد هنا اعتماد كلي بنسبه 100% على الفار؟ ممتاز، سؤال ممتاز. هرد على حضرتك كابتن. احنا قلنا الحقيقه المكانيه دي مش بتاعت الحكم. يعني ايه؟ طب كره عبرت خط المرمى ودخلت الملعب، كويس، والمساعد اشار باستمرار اللعب، مين اللي يقول الكلام ده؟ ايوه خلاص الحكم المساعد ردت عادت عليه. بالظبط. يبقى الفار هو اللي بيشوف الحقيقة المكانية يا كابتن، اللي هي داخل منطقة الجزاء خارج منطقة الجزاء. التسلل، ما دي حقيقة مكانية. الحكم ما بيروحش يشوف تسلل ولا من عدمه، وبالتالي هنا الفار تدخله كان صحيح، قالوا الواقعة خارج منطقة الجزاء. هو دور الفار. أيوه. هو ده كان دور الفار. أيوه. اعتقد محمود السوقي النهارده نجح بشكل كبير.